بسم الله الرحمن الرحيم. راح نكمل محاضرة التشابتر الرابع عن موضوع الكلابينج. الكلابينج هو القطع. مثلا احنا شفنا بالمختبر من تلاحظنا مشكلة في أثناء تنفيذ البرنامج، أو مثلا أثناء تنفيذ الشكل. مثلا لو رسمت شكل من الأشكال وكانت مثلا البيكتشر بوكس صغيرة نحطها، وما شاء الله النقاط من 500 فما فوق مسويها، والبكتشر بوكس انا ما تجد مثلا 300 في 600 او مثلا 300 في 300 ناخذها، وانا نقاط راسمها من 300 فما فوق، مثلا قالها 300 بالاكس و400 بالواي، راح ارسم للشكل وبالتالي اشوف الشكل بينقص. يعني مثلا من ارسم المربع، نص المربع طاير. ليش هاي الحاله؟ تلاحظ هذا السير زين، يعني نص المربع طاير ما يرسم لخط اصلا، يتركه فارغ. شلون اعالج هاي المشكله؟ اعالج هاي المشكله عن طريق الكلابينج. زين، هاي المشكله شلون ليش تصير؟ عن طريق الشاشه، الاحداثيات الشاشه تكون صغيره بالنسبه للبيكتشر بوكس اللي انا محدده. زين، شلون نعالج هاي الحاله ونسوي خط؟ مثلا لو لاحظ مثلا عندنا هاي الرسمه، لاحظ ان هذا الشكل من هاي المنطقه عبر الشاشه، هاي اللي هي الشاشه، هاي شنو عبرة الشاشة. إذا بدون ما عالجه شو راح يصير؟ هذا من أنا ما ينطنيها أصلا، يعني هاي من أنا ما ينطنيها، راح يصير شنو هاي الفراغ فقط مال حدود الشاشة. وكذلك بالنسبة للمل الثاني، زين لو أسوي له كليبنج معالجة شو راح يصير؟ ها لو نرجع شوية، أنا مثلا هذا رسمته بمن؟ بالبوليغون هذا الرسمة. نقطة من هاي النقطة، هاي النقطة راح أرسم للعين، من هاي النقطة لهاي النقطة راح أرسم للعين، من هاي النقطة لهاي النقطة راح أرسم للعين، من هاي النقطة لهاي النقطة يرجع يرسم لي العين. زين، من راح يصير الرسم خارج الشاشة، أو الشكل الأحداثيات خارج الشاشة. هاي النقطة لهاي النقطة رسم، بس هاي النقطة غير موجودة. ليش؟ لأن قطع. لو بين هاي النقطة لهاي النقطة رسم، إذا هاي الرسمة راح تضيع علي وتسوي لي شنو؟ القطع بالرسمة وغير مفهومة. زين، أما إذا أسوي بوليغون كليبينج، يعني أسوي البروسيس، يعني معالجة لهاي الحالة، راح تصير النقطة من هاي النقطة إلى هاي النقطة لاين. لو بين هاي النقطة لهاي النقطة لاين، إذا راح هنا يرسم لي لاين، بينما لو هناك بدون معالجة ما يرسم للاين هنا، ما يرسم للاين. زين بالحالة شلون راح اعالج؟ لازم الاكس والواي المن بالنسبة لمن الاحداثيات الرسم يكون على الاقل اكبر او يساوي من الويندو مينيموم. الويندو اقصد بها الحقيقي، هي مو الحقيقي هنا بالحقيقة هنا، ما اقصد بالويندو، اقصد بالشاشة مع البيكتشر بوكس، وكذلك يكون اقل من الماكسيموم أو على الأقل يساوي. زين، بالكليبينج عنده أربع حالات. كليبينج عنده أربع حالات، إذا نحفظهن مثل اسمي بالضبط، أو هن مو حفظ أصلا، فهم فهمون أفضل مما تحفظون. زين، إما يكون الرسمة نقطة البداية بالخارج ونقطة النهاية وين؟ داخل الشاشة، أو لا، نقطة النهاية والبداية داخل الشاشة، او تكون شنو نقطة البداية بالداخل ونقطة النهاية تكون وين؟ بالخارج، او شنو، او الرسم اصلا خارج نطاق الخدمة، يعني خارج الشاشة. زين، شلون راح تكون المعالجات؟ زين، لو كان الرسم شنو نقطة البداية وين؟ خارج الشاشة، نقطة البداية داخل الشاشة، يصير اوت ان، دخول العفو، من خروج الى دخول. تجاه السهم كلش مهم عندي، تجاه السهم كلش مهم. زين، الكليبينج وين راح يصير القطع؟ الكليبينج هاي النقطة راح يصير شنو؟ الكليبينج. بالحالة أنا لازم عندي مثلا شنو، راح أجد شنو intersection point، لازم أجد النقطة. بما أنه شنو V1، السهم شنو داخل، فإذا أنا اللاين هذا لازم أحدد نقطة البداية. نقطة النهاية هي محفوظة، وين هاي محفوظة؟ داخل الشاشة. نقطة النهاية عندي، لازم شنو أجد نقطة البداية بعد القطع. إذا لاحظت شنو الـ V1 ورا القطع يصير V1 داش.
اذا بس من اريد احفظ النقاط احفظ الفي 1 داش والفي 2. ليش؟ قول لنا الفي 1 والفي 1 هي نقطه البدايه. زين لو كان عندي مثلا راح تجي على الحاله الثالثه مثلا كانت الفي 2 داخل والفي 1 خارج، من اريد اعالج نقطه البدايه ما صار عليها معالجه، صار عليها نقطه النهايه المعالجه، راح احفظ فقط شنو هو نقطه النهايه. هسه في هاي الحاله احفظ نقطه النهايه والبدايه. ليش احفظ نقطه البدايه؟ لان نقطه البدايه صار عليها شنو الكليبينج، فاحفظ نقطه البدايه والنهايه لللاين. زين الحاله الاولى اوت ان. زين لو نجي ان ان يعني دا الشكل داخل الشاشه نو تشينج، ما يصير عليه اي تغيير. زين الحاله الثالثه كانت نقطه البدايه داخل الشاشه ونقطه النهايه وين؟ خارج الشاشه. ولاحظ السهم انه شنو خارج، اذا نقطه البدايه وين؟ داخل الشاشه ونقطه النهايه خارج الشاشه، يعني ان اوت ان اوت تجاهزته. زين الفي 1 ما يصير عليه معالجه، بس صار وين راح نصير نقطه الكليبينج فايند انترسكشن؟ ما راح يصير. اذا هو في 1 حسب اتجاه السهم راح يصير في 1 داش. زين بس من اريد احفظ احفظ الفي 1 والفي 1 داش، لو بس الفي 1 داش لو شلون؟ ها انا الفي 1 هي تمثل نقطه البدايه، نقطه البدايه ما طول موجوده داخل الشاشه، انا كل همي وين نقطه البدايه يكون داخل الشاشه، ما طول هنا نقطه البدايه داخل الشاشه، اذا هي محفوظه بالاصل. اذا من اريد احفظ احفظ فقط الفي 1 داش اللي هي تمثل نقطه النهايه، بينما بالحاله الاولى كانت نقطه البدايه خارج الشاشه، فلهذا السبب حفظت الفي 1 والفي 2 صارت عليها معالجه. بينما الحاله الرابعه اوت اوت، الرسمه اصلا خارج نطاق الشاشه، فاللي يصير عليها معالجه فقط الحاله الثالثه والحاله الاولى هي اوت ان وان اوت. ناخذ لنا مثال عليه ونشوف. هذا مثال مثل نطيتنا هذا الشكل وقالت لي شنو جد الكليبينج يعني عالج لي هالحاله. لو لاحظ ان شنو من الفي 1 من الفي 2 للفي 3 اكو معالجه، من الفي 3 الى الفي 4 اكو معالجه، من الفي 4 الى الفي 5 اكو معالجه، من الفي 5 الى الفي 1 اكو معالجه. زين هذن الليفت والتوب ورايت شنو؟ ها من ابدا بالمعالجه لازم ابدا بالسارة، مثلا بديت بالليفت توب اكمل شنو رايت نوب بوتون، يعني ما اروح شنو ليفت رايت توب نوب بوتون، لا ابدا شنو اما مع عقارب الساعة او عكس عقارب الساعة، ليفت ورا توب ورا رايت وبعدين بوتون بوتون العفو، او ليفت نوب بوتون ورايت واخير شيء لازم توب، او لا ابدا من التوب ورايت وبوتون وليفت، او ابدا من التوب وليفت وهاي الى اخره، هاي شو كلها حسب راجعه الكم حسب لك للسؤال، ولكن الافضل ابدا من الليفت ثم التوب والرايت وانتهى بمن بالبوتون. زين لو الاحظ انه مثلا الشكل بالرايت ماكو معالجه، اذا ماكو معالجه اول ما اجيب الحل اسوي جدول منين من ست خانات، الاول المنطقه مثلا ليش قلنا ليفت ورايت وتوب وبوتوم، راح ابدي بمن بالليفت، نقاطي اللي عندي انبوت بوينت اللي راح يدخله بالمعالجه في 1 في 2 في 3 في 4 في 5 دخله وين بالمعالجه، اللاين اللي راح يصير عليه المعالجه، اللاين راح يصير عليه المعالجه هو في 2 الى في 3، اذا اللاين اللي راح يصير عليه في 2 الى في 3. زين اللاين هل هو داخل ام خارج؟ لازم نعرف هاي الخاصية صح لو لا؟ لو لاحظ ان السهم بعد منين من الفي 2 الى شنو؟ الى الفي 3، اذا هذا شنو صار؟ صار اوت ان، بينما من الفي 3 الى الفي 4 شنو؟ ان اوت، من الفي 4 الى الفي 5 شنو؟ اوت ان، من الفي 5 الى الفي 1 شنو؟ ان اوت. اذا عندنا الحالات الخمسه اللي عندنا راح نجي نعالج اولا من في 2 الى في 3 ايش قلنا عليه؟ اوت ان. اذا الانترسكشن القطع وين صار؟ هنا هنا القطع، لازم احفظ نقطه البدايه حددها، اذا في 2 داش صارت اتجاه السهم بهذا الاتجاه حددته، اعتقد راح يوقف ال
اي نكمل.